السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بعض الناس امره عجيب، تعرفون بعض الناس الحين يطقون في الواتساب، يطقون الرسائل النصيه شيبان ترني يا بالطيبين. لكن الحين اكثر شيء بالواتساب ولا بالانستغرام تويتر، تهاوشون برامج التواصل. احيانا يكون زوجي زوجته ولا هذا وخويه ولا اخته، المهم يعني هم اقارب واحباب تهاوشوا واصلحوا وزين الله عز وجل احوالهم. ثاني مره تلقى كل واحد مصور محادثات الثاني السلبيه، سبته، غلطته، تهديده، ماني عارف ايش، شلون وش ذا الحقد البعارين ذا؟ كذا ما تستقيم الحياه، ما تصفو الحياه. والله العظيم ليش ما يصير بين فتره وفتره تذكر يوم تقول لي كذا احبس وماني عارف ايش يا زين طبخس ذاك الليل يعني انت قولي الا الله يجزاك خير ويسعدك، تذكر الهديه ذي؟ انت اذا قلتي ذا الشيء يعني ابي هديه جديده. بس اذا صار بس رسائل سلبيه تطور محادثات، والله ما ترى ما انقفضت ولا شيء. لكن الاحظ في بعض الناس، يعني بعض الناس احس انه صاير لا اتكلم عن فعلا عند الناس، بعض الناس حقد بعارين، تبدا بعير ما ينسى. والله يا جماعه ما ينسى، خاصه بين الزوجين بين العقارب. الحين بالسلام كل ما اعرف شنو اللي ارسلت تحفظهم هذه. والله القاعدين البقره والكشراب العرب ذولي والله شيء ترى ما الحياه ما تصفو بلا عفو. غسيل القلوب هذا ضروري كل يوم، فمن عفا واصلح فاجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون ان يغفر الله لكم. خاصه فيما بين الرجل وزوجته وبين الاقارب، يعني انت هذول اللي بتعيش معهم بتعيش مع من؟ مع مسيح الدجال واليهود والنصارى، هذول يقارب زوجته. واحد اذا ما عفى هذول بيعفى عن من؟ جد والله يا جماعه ترى طالف تشمخت بعض الرسائل وبعض الامور اللي تجيني، لازم الواحد يعفو. بس الله يصلح بالنا وحولكم يا رب العالمين. قولوا امين. غسلوا قلوبكم بين الكاظمين الغيظ والعافين. تبي تسبدي اسلم، كل ما صورت راح، كل ما صورت راح، الله لا يحيي، كل ما صورت فك التصوير. المهم الزيت جاء ان شاء الله اليومين دي ان شاء الله بعلمكم. معليش تذكرت شيء، واي شيء يربطك في مشكله سابقه مع خاصه لما تتكلم عن الاقارب، تتكلم عن اترك الابتزاز، ما الابتزاز اترك هذا، تكلم عن الموضوع اللي انا تكلمت عنه، اي شيء يربطك في مشكله سابقه وتصالحت وخلاص وانتهى الامر خلاص تخلص منه. انت صلحت مع قريبك، صلحت مع زوجتك، صلحت مع اللي يقرب لك هذا، ليش مخلي الماضي؟ بكره يصير في خاطرك شيء ترجع النار، من يبدا الشيطان يلعب لعبته ويوغي النار في القلب في الصدر. فاي شيء يذكرك بالماضي بمشكله سابقه تخلص منه وامسحها لله.